ولمناقشة تداعيات فاجعة مستشفى الحسين الجامعي وفشل المنظومة الصحية في العراق بسبب الفساد الحكومي، المستشري ينضم إلينا عبر سكايب الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور حامد الصراف. مرحبا بك معنا دكتور حامد. أهلا وسهلا، حياكم الله. كما نرحب عبر الخط الهاتفي من الناصرية بالناشط في التظاهرات السيد كاظم ماجد، مرحبا بك معنا. أهلا وسهلا سيد كاظم. أبدأ معك، حراك شعبي مستمر في الناصرية، عدد من المدن انضمت إلى هذا الحراك والمحافظات الأخرى بطبيعة الحال بعد الفاجعة الأليمة التي حصلت في مستشفى الحسين، كيف تقرؤون وتتابعون تنامي الغضب الشعبي على الحكومة وسوء إدارتها في البلاد؟ بالنسبة إلى فاجعة مستشفى الحسين التعليمي، هي لم تكن بالمعنى الحقيقي هي اهمال او تقصير، بل هو عمل مدبر من قبل احزاب السلطه الفاسده، وهو نتاج للفساد المستشري منذ تولي هذه الطغمه، اي الطبقه السياسيه الفاسده، من عام 2003 الى هذه اللحظه. في هذه المره المرضى هم من دفع ضريبه فساد هذه الاحزاب. بالنسبه للمستشفى او الخاص لمرضى كورونا، وباء كورونا، طبعا لم يكن بالمواصفات المطلوبه، هو قد تم تشييده من ماده الساندويتش القابله للاشتعال سريع، يعني سريعه الاشتعال. فهذه الماده طبعا يمنع تشييدها قانونا حتى في واجهه المحلات على الطرقات العامه، لانها في حاله حدوث اشتعال لا يمكن السيطره عليها. فكيف لمستشفى يضم مئات المرضى ان يشيد بهذه الماده؟ اذا هذا عمل مقصود ومدبر، وتم اقفال الباب الاخر لخروج المرضى قبل وقت قصير، قبل حدوث الحريق. كذلك بعض شهود عيان اكدوا لنا بأن هناك سيارات تابعة للفصائل المسلحة قد دخلت قبل وقت قصير، قبل اندلاع الحريق، ويجهلون هؤلاء الذين شغلوا هذه السيارات سبب دخول هذه السيارات إلى المستشفى. التعاطي الحكومي لم يكن بالمستوى المطلوب، لأن الحكومة هي حكومة بنيت على أساس محاصصة صحبية مقيتة فاشلة. ما تفضلت به سيد كاظم، دعنا ننتقل به للدكتور حامد الصراف. دكتور حامد، ما تفضل به ضيفنا من الناصرية كلام مهم، يعني هل الفاجعة مفتعلة أم أنها غير مفتعلة؟ يعني كلاهما مر في الحقيقة، والأمر من ذلك أنه لا ثقة باللجان التحقيقية، بمعنى الرئيس نائب الثاني لرئيس البرلمان العراقي قالها بوضوح وبالصوت والصورة أنه لا فائدة ولا قيمة للجان التحقيقية، لأنني كنت في اللجنة التحقيقية الخاصة بمستشفى ابن الخطيب والنتائج كانت معروفة، ولكن لم يحصل شيء من هذا القبيل. ما قيمة اللجان التحقيقية في هكذا قضايا دكتور؟ شكرا جزيلا على الاستضافة، تحية لكم جمهوركم الكريم ولضيفكم العزيز. الرحمة والخلود لشهدائنا والشفاء العاجل للجرحى والمصابين والمواساة لأهاليهم وذويهم. الحقيقة اللجان يعني معناها أي لجنة تشكل لأي قضية من هذا النوع أنه يطمر على هذه اللجنة، يعني تقتل هذه القضية في مهدها دون أن يكون هناك فعلا تحقيق جاد وتحقيق يستوفي الشروط اللي هي في الحقيقة يجب أن تكون على مستوى راقي من التقنية الهندسية والطبية والاقتصادية والإدارية والأمنية. طبعا هذه الأمور الحقيقة في ظل نظام المحاصصة المقيتة اللي أشار إلى ضيفك العزيز من الناصرية، هي أنه طالما موجود نظام محاصصة وموجود هذه شبكة الفساد والمافيات القذرة المهيمنة على قطاعات واسعة من يعني مثل ما نقول المسائل الصحيه والاداريه، يعني كلها صارت صفقات الحقيقه مربحه. لذلك انا اشك في ان تكون هناك لجنه محايده. اللجان اللي يجب ان تشكل الان من الان فصاعدا هي يجب ان تشكل لجان دوليه في الحقيقه، لانه القضيه اصبحت تمس حياة المجتمع العراقي، حياة العراقيين وأمن المجتمع العراقي، وبالتأكيد هذه من مهمات الأمم المتحدة. احنا طبعا نريد نبتعد عن تدويل قضيتنا
العراقيه، ولكن اذا استحالت ان تكون هناك مسؤوليه واضحه للحكومه وللنظام السياسي مثل ما نشوف احنا وتكرار هذه العمليات، يعني من مستشفى ابن الخطيب الى مدينة الطب واحتراقها ووزارة الصحة الطابق الرابع والطابق الإداري بالذات، هذه الحقيقة عمليات أصبحت ممنهجة، عمليات مقصودة مدبرة، الهدف من أدها أما التغطية على الفساد أو خلق وضع أمني سيء ضمن سباق أو الصراعات اللي موجودة بين الميليشيات والأحزاب الفاسدة، وطبعا التحضير لعملية المنافسة في الانتخابات القادمة، زائد هو تهميش القطاع الحكومي وتغليب جانب القطاع الأهلي المربح في هذا المجال اللي يستحوذون على مجال من المافيات. طيب، الفاسدة. دعنا ننتقل مرة أخرى للسيد كاظم ماجد. سيد كاظم، تظاهرتم في الناصرية وتظاهر أهالي النجف أيضا للمطالبة بافتتاح المستشفيات المتعطلة وهي كثيرة ومجهزة بأحدث التقنيات والأجهزة كما رأينا قبل قليل في التقرير، وهذه الأجهزة حتى مغلفة منذ سنوات. ماذا تنتظر الحكومة حتى ترفع هذه الأغلفة عن الأجهزة وتفتتح المستشفيات ليستفيد الناس منها، ولا سيما في أزمة كورونا اللي بنعيشها منذ أكثر من سنة؟ سيد الكريم، بالنسبة للمستشفيات التركية هي أيضا بدورها خاضعة إلى محاصصة حزبية، فمثلا بعض الأحزاب يريد أن يتسلم منصب مدير أو معاون مدير، وهناك من يريدون تسلم مناصب مدراء أقسام، وهناك من يريدون أن يسيطرون على الحراسات، وهناك من يريد أن يسيطر على أطعام المرضى. هذه المحاصصة إن لم يصلوا إلى توافق فيما بينهم، أي هذه المكونات أن تتوافق فيما بينها وتتحاصص بشكل يرضيهم جميعا، لا يمكن افتتاح هذه المستشفيات. طبعا المستشفيات كاملة ولا يوجد فيها نقص إلا الشيء القليل، وتظاهرنا وطالبنا بأن يتم نقل مستشفى الحسين التعليمي إلى المستشفى التركي لغرض تفريغ مستشفى الحسين إلى مرضى كورونا، وهذه النتيجة يضعون المرضى في جملون عبارة عن أبونات في حالة الاشتعال، وتم القضاء على أكثر من 100 ضحية من المرضى ومئات الجرحى. نحن دائما نتظاهر ونطالب. يعني كانت لكم مطالبات بذلك قبل حدوث الفاجعة ولم يستجب لكم؟ نعم سيد الكريم، كنا نطالب وقلنا يجب أن ينقل هذا المستشفى، مستشفى الحسين، إلى المستشفى التركي، ويتم تفريغ مستشفى الحسين لمعالجة مرضى وباء كورونا، ولم يفعلوا. هذا الأمر خاضع إلى محاصصات حزبية مقيتة ضمن إطار. طيب دعني أتوقف عند هذه النقطة سيد كاظم، وصلت الفكرة. دكتور، هل من المعقول أن يمتلك المواطن حسا مهنيا أو مهنيا ومسؤولية أعلى من المسؤول، بحيث أنه يطالب المسؤولين بنقل هذه المستشفيات المهترئة المتهالكة إلى أماكن أخرى، وبالتالي أولا الاستفادة من تلك الأماكن الجديدة، ثانيا عدم يعني إتاحة فرصة لإحداث هذه الفواجع في البلاد؟ بالتأكيد المواطن العراقي الآن سبق النظام السياسي الفاسد في حسه الوطني وفي يعني فهمه لمسؤوليته في داخل العراق، إذا كان الأمر يتعلق بحياته وصحته وأمنه والقطاع التربوي والتعليمي والاقتصادي وغيرها، لأنه هو صاحب المصلحة الحقيقية في كل ما يطالب به. أما النظام السياسي فهو معزول عزلة تامة، بدليل أنه إحنا شهدنا منذ سنتين تقريبا انتفاضة أو ثورة تشرين المباركة، الشعب أراد استعادة الوطن، الشباب طلعوا من أجل أن يعني يعيشون في بلدهم ولا يكونون مغربين بهذا الطريق الفظ الآن. وهذا هو الحقيقة الصراع الدائر الآن بين نظام سياسي معزول يمثل أجندات خارجية لا يمثل مصالح الشعب العراقي، وبين شعب يطالب بحياة آمنة حرة وكريمة، وهذا هو متطلبات أبسط حقوقه طبعا. فهي بالتأكيد الفرد العراقي الآن في أينما تجده يبحث عن الأفضل ويفهم ما هو الأفضل لحياته ولحياة عائلته وأولاده والجيل القادم، يعرف
أنه أكو مستشفيات، أكو بناء، أكو إعمار، يجب أن يكون هناك استخدام جيد لمصلحة الشعب العراقي. طبعا هم يعني جشع هذه الطبقة السياسية الفاسدة لا يحده حدود الآن، تمددت هذه الطبقة. يعني دعنا نتوقف هنا دكتور، في الحقيقة أنت سبقتني إلى هذه النقطة وهي نقطة غاية في الأهمية. لماذا هناك عدم اتفاق على تحييد القطاع التعليمي والقطاع الصحي عن كل هذه المشكلات وعن هذا الفساد؟ لماذا لا يترك العاملون في هذين القطاعين تحديدا ليعملوا بشكل مهني وتوفر لهم كل الأدوات اللازمة والميزانيات اللازمة من أجل خدمة أبناء الشعب العراقي، ولينهبوا في قطاعات أخرى موجودة؟ نحن نعرف المليارات التي تنهب من قطاعات أخرى. كل القطاعات الآن في العراق هي مربحة، وأضف إلى ذلك وليس القطاع الصحي. أنا أجيب لك رقم مهم جدا، يعني رقم مهول. منذ 2006 لغاية 2020 14 سنة، تخصيصات وزارة الصحة بلغت بحدود 44.5 مليار دولار، 44.5 مليار دولار. هذه تكفي لبناء 60 مستشفى تتسع لكل مستشفى، تتسع إلى 5000، أكثر من 5000 سرير. يعني لو تجمعها الآن هاي المستشفيات تسخرها إلى العراقيين، 60 مستشفى لكل محافظة، 3 مستشفيات، ممكن هذه تغطي حاجة 3 دول. نعم. إضافة إلى العراق ممكن يكون استثمار طبي ناجح للحكومة العراقية وليس للقطاع الصحي. لكن ماذا تفعل مع جشع هذه الطبقة اللي استحوذت على التربية والتعليم والتجارة بالإضافة إلى الصحة؟ طبعا تشوف الصفقات الآن في كل الوزارات، وزارة الدفاع ووزارة الداخلية وحتى الخارجية، الآن البزنس اللي موجود، توزيع السفارات والمناصب حتى في الخارجية. نعم، هذا إذن هناك فساد مستشري. سأعود إليك دكتور في رسالة أخيرة فقط لضيفي سيد كاظم. سؤال أخير، هل ستستمرون في ذلك ولا سيما أن هناك متظاهرون طالبوا يعني أعطوا مهلة حتى عيد الأضحى، وبعد ذلك سيستمرون في تظاهراتهم من أجل افتتاح المستشفيات التركية والمستشفى الألماني؟ نعم سيد الكريم، هناك ضغط واضح، خصوصا بعد أن أدرك متظاهري ذقار بأن هناك بصمات واضحة تشير إلى أن الفاعل يعني فعل مدبر لهذه العملية. فنحن مستمرون منذ الأول، اليوم الأول لحرق هذا المستشفى، وضغط مستمر على الحكومة ليس فقط لافتتاح المستشفى التركي، بل أننا نطالب بإقالة حكومة كاملة ومحاسبة المقررين، وعلى رأسها محافظ ذقار وقائد العمليات وقائد الشرطة باعتبارهم هم المسؤولين التنفيذيين بالدرجة الأولى، وخصوصا التقصير الحاصل للإطفاء داخل المستشفى. طبعا هذا تابع إلى قيادة الشرطة الدفاع المدني. هناك ملاحظة سيد الكريم لم تذكر في الإعلام، هنالك حفرة كبيرة في الباب الخلفي للمستشفى التي تدخل منه سيارات الإطفاء الدفاع المدني. هذه الحفرة لا تسمح بمرور أي سيارة للدخول، والباب مقفل نهائيا. لا أعلم لماذا وقتوا كل هذه الأشياء في وقت واحد، إقفال باب الإطفاء الثاني للقاعة التي يرقد فيها مرضى كورونا، ودخول سيارات لفصائل قبل هذه العملية، ووجود حفرة خارج المستشفى هي الحفرة التي تؤدي يطل عليها الباب المؤدي إلى المستشفى. لا أعرف لماذا تم توقيت هذه الأشياء في وقت واحد وتم تنفيذ العملية وحصلت هذه الفاجعة المريبة. أشكرك جزيلا السيد كاظم ماجد، ناشط في التظاهرات من الناصرية. دكتور أخيرا، يعني للأسف الشديد تحولت اللجان الرقابية مثلا في مجلس النواب أو في البرلمان العراقي إلى شهود عيان أو شهود زور أحيانا. لجنة الاقتصاد قالت الكوارث لن تنتهي لأن هناك فساد في ملف الصحة. النائب الثاني كما أشرنا في البداية لرئيس البرلمان تكلم بكلام مهم وواضح وصريح. كيف يعني لا تستطيع هذه المؤسسات القيام بدور ما من أجل محاسبة ومتابعة الأمور؟
نظام المحاصصة يغطي على كل عيوب العمل الآن في الوزارات وفي المؤسسات، وطبعا بإشراف ومباركة أحيانا من الكتل السياسية الفاسدة. يعني أولا لا توجد كفاءات وشخصيات ذي مؤهلات كافية أن تدير خصوصا المؤسسات الصحية. يعني هناك منافسة، هناك قصور، هناك أيضا سوء إدارة، هناك سرقات وفساد، وكل المساوئ الحقيقة اجتمعت الآن في القطاع الصحي والتربوي والتعليمي والدفاع والنفط وفي كل المجالات الآن الحقيقة. لذلك يعني مجلس النواب من أتى به؟ جاءت به هذه الطبقة السياسية الفاسدة منذ 2003. نعم. هي ترشح وهي تصعد، وتدرون أنتم انتخابات الأخيرة بال 2018 كانت انتخابات مزورة وعزوف واضح، أقل من 20% شاركوا في الانتخابات. على الأساس هذا هم رؤساء الكتل السياسية وهم زعماء الميليشيات أنفسهم يتحكمون بسير عمل اللجان، إذا كان لجان القابة ولجان الاقتصادية وإذا كان حقوق إنسان وغيرها. الحقيقة هي هذه مصيبة العراق لأن النظام السياسي برمته فاسد وبرمته يجب أن يزال، وليبدأ الشباب الآن شباب تشرين بإعادة زمام الأمور. نعم. لزمام الأمور. شكرا جزيلا لك دكتور حامد الصراف الأكاديمي والباحث السياسي، كنت معنا من بغداد، مشكور.